الطريقه التقليديه لحد النوع السمكي، وكنلاحظوا بان ذاك التايم وين او القياس المتوسط ديالها غادي يكون حدا غادي نشوفو بالفعل في واحد الميزان. وبالنسبه لهاد الدراسات حنا كنقومو بهم لدراسه الانواع البيولوجي او التنوع البيولوجي ديال هاد السمك باش نعرفو مناطق التوالد ديالها ومناطق العيش ديال الصغار ديالها، وايضا كنقدرو نعرفو المؤشرات البيولوجيه اللي كيتحكموا في التوالد ديالها، بحال بعض المؤشرات اللي كنخدموهم في واحد لي موديل ماتيماتيك كيقدروا يقيموا لنا المنتوج شحال فيه على مدار السنه، وكنقدروا نعرفوا الوتيره باش كتزاد هاد نوع السمك. واتخافر هاد المؤشرات البيولوجيه كنقدروا نعطيو دي ريكومونداسيون او لا المؤشرات العلميه للوزاره المصريه باش هي كتخرج التدابير. عندنا هنايا بعض المناطق اللي هما خبر الدراسات ديالنا شمال لهم انهم هما اللي كيتمركز فيهم اكثر ديال التمر السمكية ديال البوراسي. كما كتعرفوا هاد التمر هي سيبلي اساسا من عند البواخر ديال الصيد بالصنع ولا لي فارمبيلي، وقوارب الصيد التقليدي اللي كيمتدو تقريبا من طنجة حتى لبليوناج ولا لبداية هنا عندنا واحد الميزانات كتبين لنا تغيرات ديال عدد القوارب اللي هي اكتيف في المنطقة ديالنا. بالنسبة هنا خديت غير 2022 كسنة مثال فقط باش تعرفوا بأن على مدار السنة كنلاحظوا في الميزان كيفاش أن عدد القوارب اللي صطادات كيتختلف من شهر لشهر. كيفاش كتبين لي بان الطريقة ديال ان كاين بواخر اللي كتجي كاين بواخر اللي كتمشي، دونك كتبين لنا الاهميه ديال الزولين في هذا النطاق هذا. وهنا عندنا كذلك بعض المؤشرات العلميه بحال لي ديباركومون يعني الوالد المفرغ البحري تاعو كيفاش كتختلف على مدار الشهور بطبيعه الحال، وكيدخلوا فيها بزاف ديال العوامل منها العوامل المناخيه منها العوامل ديال لاماري البحر، دونك كاين بزاف ديال العوامل كتدخل في الاختلافات. هنا عندنا واحد النتائج ديال الدراسه ديال القياس الطول اللي كنقوموا بها تقريبا من 2005 حتى 2022 اخر حاجه، وكتبين لنا كيفاش ان المنحنى ديال الطاي كيبقى غادي كيمين فيغ او لا اترافيغ لو طاي اللي هما صغار، هادشي كيهدد علينا المنتوج السمكي ديالنا او التمر السمكي ديالنا، لان كنمشيو كنصيدو الصغار اللي هما لي فيتور اللي غادي يتولدو. قبيله تكلمت على لاطاي مويان او لا القياس المتوسط، كنشوفو هنا تقريبا من 2005 شوفو كيفاش تغير وكيفاش هبط في 2018 حتى 30 الحاجه اللي معمرها كانت. سي فري كاين واحد التحسن في 2021، ولكن داكشي بهادشي ما كيبقاش صعب، الا ما كانش واحد الوعي في الصيد، وبما ان هاد لي سبيس هي ماشي شي وحده اللي كتموت دغيا، يعني نقدر واخا نصيدها ورجع لها كترجع تعيش، يعني من الاحسن ان الواحد يحافظ عليها، وسيرتو من بعد ما درنا هذيك الريكومونداسيون اللي نزلنا من اقل قياس ديال الصيد 14 سنتيمتر تزوجنا 30 سنتيمتر، يعني خاص يكون واحد الوعي ديال الحرافه بالنطاق. هنا عندنا بعض المؤشرات البيولوجيه اللي قمنا بالدراسه ديالها، يعني لو سيكس غاسيو او لا توزيع ديال الاناث وديال الذكور بالنسبه لهاد لي سبيس، اللي خصنا نعرفوا ان هاد لي سبيس هي سبيس هيرماغوديت او لا ثنائيه كما تنقولوا مزدوجه جنس، يعني هي كيكون فيها في نفس الانديفيدو كيكون الانثى ويكون الذكر، وهي في الاول اغلبيه ديال الانديفيدو تيكون مثلا ذكر مع الوقت كيتحول الانثى، يعني حنايا الى ما حافظناش على هذا المنتوج وهو صغير باش يكون العمليه التحول باش يكون وقع التوالد غادي يكون محبوش. باش ما نطولش عليكم، حنا عندنا غير تفكير فقط في هذه لاباي مارشونت اللي كنا درنا في 2020 تقريبا 2021 ديال اللي نزلنا كيما قلت قبيله من 14 سنتيمتر نزلنا ل 30 سنتيمتر مع واحد لو سوي دو طوليرونس او لا واحد النسبه ديال التحمل هي 20% ديال المعلومه.
ولكن خصنا نعرفوا بانها ستوب باك في واحد لاسيتياس اللي هي كريتيك وحسب الدراسه اللي قمنا بهم اون كولابوراسيون مع الطلاب الحكوميه اللي في الدراسه اللي صاروا فينا فان الرسول يعطيها ديما النتائج كتبقى بان ستوب هو في واحد الاستغلال اللي هو مفرط وحتى المؤشرات ديال الاستغلال كتبين على ان ستوب غادي في واحد الانحدار على هذا الشيء كاين بعض التوصيات اللي خرجنا بهم مع لا سي جي بي ام كنا نتكلم عليهم الساده من الوزاره من بعد مني انا غنعطي غير دو فلاش اسونسيال او الاساسيين اللي هما تطبيق واحد الفيرميتور او الاغلاق سباسيو تمبورال يعني ما يكونش غير في الوقت الزمني ولكن حتى في المكان اللي غادي يكون مينيموم ديال ان موا تقريبا الأموال كيمشي حتى الأموال يعني وكاين تبت في لابيريود من جونفي لمارس كنا قلنا بأن كنا كان جونفي كان مارس ولكن هذيك لابيريود المهم ديك الساعة السيدة الوزراء غادي تتكلم عليهم أون ديتاي وبالنسبة للتوصية الثانية غادي عليها هي أننا ليميتي أو نقصوا من الجهد الصيد وكيفاش باش أننا نقصوا من النقص نقصوا من اللي كيدي كل باقي يعني خص يكون واحد العدد مينيمال موقع ماكسيمال موقع